يو 7 باي ارخص واضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20، سريع بالتسليم وامن ومضمون من الباند والتصفير، وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالديسكربشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا رستي جامر معكم اليوم مقطع جديد من سلسله نمط المهنه مع نادي ليستر سيتي. الحلقه الاخيره يا جماعه، بتمنى من اي حدا تابع هاي السلسله، حتى لو انت ما كتبت تعليق او حطيت لايك من قبل، حط لايك على هذا المقطع واكتب تعليق واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وراح اتحداكم تحدي اوكي. اذا فزنا بالدوري ودوري الابطال بهي الحلقه، لان الحلقه النهائيه، فبدنا نوصل هذا المقطع فوق ال 20,000 لايك، يعني 10,000 لايك حتى يعتبر رقم عادي، لانه موصلين نحن ارقام اعلى من هيك بكثير. فتذكروا الموسم الماضي خسرنا النهائي دوري الابطال بضربات الجزاء، والدوري خسرناه بفرق الاهداف، تخيل نفس النقط بس فرق الاهداف. راح نشوف هذا الموسم شو راح نقدر نساوي، فحطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا، ويلا خلونا نبدا. هاي بما انه يعني الحلقه الاخيره وهيك، وهلا ما في ناس كثير، وبالتالي مو كل الناس راح تعرف انه تصورت الحلقه الاخيره، ممكن يشوفوها يبقوا بالقناه، فممكن انه يكون الشيء هذا افضل. كان عنا مباراة ضد مانشستر سيتي، لكن بالمجمل احنا نحن فايزين بالذهاب 4-0. يعني صراحة ما لا داعي ابدا اني العب المباراة، تمام؟ فشكله سكيب هيك للمباراة، واصلا ما باقي كثير للموسم انه يخلص. اذا عملنا سكيب لهي المباراة بيبقى لنا شوية مباريات وبينتهي الموسم على هيك، لكن انا صراحة بودي العبها، يعني خلص اخر وداعية للفريق، حتى وان ما فزنا، يعني حتى لو انه مثلا خسرنا او شيء، بكل الاحوال نحن فايزين بالذهاب بنتيجة كبيرة، لكن انه نستمتع بالفريق، لانه فعليا فريقي خلص، يعني رح ودعه لفيفا 21، ممكن نعمل سلسلة جديدة. بوم كيليان امبابي، اح امبابي، لو انه خمسة ويكفوت بس امبابي، يعني شو كنا خسرنا؟ لك بعد عني مانشستر سيتي، حلوة التمريرات من مانشستر سيتي. شو عم يعمل كروس؟ او ماي جاد، بلعنا جول. هاي هذا اللي ناقص، تعالوا سجلوا اربعة كمان وتأهلوا. عثمان ديمبلي، فيدريكو فالفيردي، سلام سلام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الروقان، اهدوا، مفكرين حالكم رح تجوا ترجعوا بالنتيجة؟ لا، ما عندنا الكلام. يا عيني، فالفيردي اوه يا الجول، احلى جول بسجله من زمان. الله عليك يا فالفيردي، اسطورة، لك خدم ضعيف جابها. واو، نايس بيمر من المدافع. الله على اللقطة هذه، تسويبة والله قوي هذا، بلعبك مهاجم انا لو هيك، لو عارفان. واو، 94 ومصر ريتي، يخرب بيت القوة، كل شيء بدك اياه. هذا حفي اكثر لاعب متكامل بالفريق، دفاع وهجوم يعني. اوكي، ومع السلامة نقول يا مانشستر سيتي الوداع. والله ايزي كانوا السيتي صراحة، ذهاب واياب اندعسوا يعني صراحة. طيب مين اللي فاز مبدئيا ما بين ميلان وريال مدريد؟ ممكن نعرف؟ يواصل فاران تقديم مستويات رائعة. أنا ماني فهمان هن ليش مركزين على الدفاع، طيب اللي مسجلين أهداف وين؟ أيوه هيك، أكد فالفيردي أنه البطل. ما هو رأيكم في تحقيق الفوز بالمباراتين الذهاب والإياب؟ قل لهم هذه هي النقطة التي تبين فيها معدنك، مشان معنويات اللاعبين تصير فوق. طيب مبدئيا انا فرق 3 نقط عن ليفربول، خساره واحده بقدر اتحملها، لكن اكثر من هيك الصراحه الوضع راح يكون صعب، لان ليفربول عم يستمروا بالفوز، ما بيقدروا يوصلوا 100 نقطه، نحن ممكن ان نوصل 100 نقطه، فلنشوف بقى مين اللي وصل على النهائي. ما بعرف مين الافضل، لانه ميلان وصلانين لنص نهائي، يعني انا ما توقعت ميلان يوصل لمكان، لكن لهم وصلين على نص نهائي. لنشوف مين النهائي راح يلعب ضدنا، ريال مدريد متوقع والله. اوكي، عندك ليفربول بنهائي وعندك ريال مدريد. طيب رح نلقي نظرة بس، لأنه كانوا بالذهاب ريال مدريد متعادل مع ميلان 1-1. أنا ما بعرف صراحة مباراة الذهاب كانت على أرض مين، لكن كل اللي بعرفه إنه يعني لا، ريال مدريد تأهلوا. خلينا نشوف بقى شو عملوا بالإياب. فازوا بضربات الجزاء ريال مدريد، يعني ميلان والله ما قصروا. وات يعني، بالله عليكم فوزوا، ما بدي أنزل بدلاء ويخسروا، أرجوك يا امبابي ونيمار. او ماي جاد، سانشو انصاب؟ لا، هذا اللي انا خايف منه، كنت انه شيء لاعب ينصاب بهالوقت هذا، لكن فزنا مو مهم. وليفربول خسروا؟ لا، ليفربول تعادلوا، نايس.
يا جماعه اذا فزت بالمباراه الجايه باخذ الدوري خلص. خلينا نشوف سانشو مبدئيا، ارجوك انه اصابتك خفيفه وراح تقدر تلعب النهائي. من اسابيع او ماي جاد ما راح اقدر العب بسانشو بالنهائي. ستيرلينج ستيرلينج تعال محتاجك هيك بموضوع ما هو. مشكلة ستيرلينج كتير جلطة كتير، سانشو أحسن منه بكتير، وأنا عندي ديفيز أو مو ديفيز عفوا أوبندا، يعني أوبندا كمان كتير منيح والله. ماشي رح نمشي الحال، شو بدنا نساوي؟ مشكلة إذا واحد فاز بياخد الدوري على أرضه هيك وبيحتفل مع الجمهور، لكن الأهم بالنسبة لنا دوري الأبطال صراحة. ميدلزبرا هلا بتلاقيهم بالمركز الأخير، والله إني عارفهم بالمركز الأخير، يعني حتى لو عملت محاكاة رح يفوزوا 100%. خلينا ننزل بالبدلاء، ما له داعي انزل بالأساسيين خليهم يتعبوا، ماشي هي آخر مباراة بالدوري. فخلص فريقنا اكيد رح يفوز، يعني ما له محتاج نقاش. يس اخذنا الدوري هيك ممتاز لك، واخيرا ثلاث مواسم صار لي مدري اربعه لاخذ الدوري. هالاند هاتريك ونيمار نزل سجل جول، هذا الشغل الاسطوري. يلا بلعوا يا السيتي، ها بلعوا انتوا ليفربول هذول اللي بيضل بيفوزوا علي دائما، وليفربول رجع هو خسروا يمكن كمان. واو باقي مباراه اخيره ضد ايفرتون وبنقدر نجيب دوري ال100 نقطه. المهم انه اخذين الدوري، ما بدي خاطر باللاعبين الاساسيين على اساس نجيب فوق ال100 نقطه، مو مهم لانه اذا انصاب حدا ما راح اقدر العب لا ضد ليفربول ولا ضد ريال مدريد. فاكيد اكيد يعني فريقنا قوي يا جماعه، فريقنا قوي بيفوزوا حتى ولو بالبدلاء او تعادل بكفي. يا سلام عليكم، ها 100 ونقطتين جبنا بالدوري. طيب النهائي بقى كاس الامارات ضد ليفربول، تمام هذا نهائي مهم لانه نهائي كاس يعني بالمجمل، وبنفس الوقت لانه مشان ننتقم من ليفربول صح، لانه كل مره بيواجهونا كانوا بيفوزوا علينا الموسم الماضي، لكن الكلام هذا تغير هلا، وبالتالي راح يكون الكابتن تبعنا بالمباراه هو كيليان مبابي، تمام بظن بيستاهل الكابتن اكثر من لينجلت، حتى ولو كان يمكن لينجلت اقدم بالفريق، لكن مبابي الصراحه افضل لاعب، كل شيء عنده السرعه 99 تسديد تمرير مراوغه، يعني الصراحه شيء اسطوري على الاخر مبابي، باصات كل شيء كل شيء كل شيء فيها اللاعب اسطوري صراحه. فبظن بيستاهل انه يكون كابتن. ميسي يمكن نزله ببديل خليه يشيل الكاس يعني هو او شيء، اذا يعني شفت انه نحن رح نفوز بالمباراه ومأمنين نتيجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، مباراه نهائيه مهمه جدا صراحه. مهما كان ومهما كانت الحسابات مهم ان يفوز بهالمباراه، طبعا بعدها نهائي دوري الابطال، اذا فزنا بناخذ فعليا دفعه معنويه منيحه لدوري الابطال. انما ليفربول معروف فريق قوي، يعني ما في يمكن حرفيا انا طوال السلسله ما في مباراه لعبتها ضد الليفر الا وسجلوا علي، فانا لازم سجل يعني باي طريقه. رحيم ستيرلينج، يلا مبابي يلا مبابي. مبابي اوكي كسر الخط الخلفي بكره بينيه ممتازه، والله تسحيب فان دايك، تسحيب فان دايك ما عاد اعرف شو بدي اعمل، اسطورتي النيمو. اوه فالفيردي فالفيردي قطعت اوكي يعني، بس مو ترجع لنا اياها، ما استفدت انا شيء بهالحاله. شوف الضغط، شوف شوف الضغط، وين 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 بدك تروح فهمني. روبرتو فيرمينو روبرتو فيرمينو لا نايس وان نايس وان يا تيس. كيليان مبابي روح الانفراد يتقدم بالكره. اوه ما زبطت المراوغه بس منيح طلعنا ببلنتي. نيمار نيمار افضل لاعب بضربات الجزاء. يوه يا نيمار الله عليك الله. روح عثمانو عثمان ديمبلي ديمبلي روح روح الله المراوغه الاسطوريه. يوه يا سيرلينج لقى الدقيقة 49 والحكم مد الدقيقتين. يا عيني عليك ستيرلينج، واخيرا عملت شي شغلة مفيدة بالحياة. والله وحش هذا، مين هاد يا على الباص ليو ليو روح روح بالسرعة يا ليو روح يا ميسي. يا الله يا السرعة البطيئة تبع ميسي صارت حرام. محمد صلاح فابيسيو بوستوس ساديو ايوه ايوه ورجيني شو راح تعمل ورجيني. يو يو اشتقين يا اخي خارق الحارس هذا يا قلبي للميسي للميسي. يدافع فيها عن مرمى. اوه فرصة امام المرمى
واو التحريك الحار. ممنوع تسجلوا حتى هدف واحد. الله 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 ممتاز ممتاز، مع انه الهجمات نفس الشيء لكن احنا سجلنا ثلاثة وهن ما سجلوا حتى واحد. هاي اهم بطولة، يعني اذا ما قدرنا نفوز بهالبطولة انا حرفيا رح اعتبر الموسم فاشل. صح اني اخذ دوري واخذ كأس هذا كاراباو وكأس الاتحاد وكذا شيء، لكن صراحة هاي البطولة اهم من كل شيء. حرفيا دوري الابطال اهم بطولة، ضروري جدا انه افوز، لان الموسم الماضي خسرت بطريقة غبية بضربات الجزاء خسرت، فكان يعني الشيء بداية صراحة. فان شاء الله انه بنقدر نفوز ضد ريال مدريد. للاسف انه ديونج مصاب، انا كان بيودي انه يكون ديونج اساسي بهيك مباراه، هو وسانشو الاثنين حرفيا مهمين جدا لي، لكن اوكي يعني ما في مشاكل، في مين يعوض غياب بعض اللاعبين. فهي التشكيله اللي رح ننزل فيها وهي حرفيا تعتبر اقوى تشكيله بالوقت الحالي. انا ممكن انزل بروبرتسون كظهير، لكن اذا اخذنا نظره على الطاقات روبرتسون اعلى بالتمرير، بس مع انه اعلى بثلاثة بالريت بس هو اعلى بالتمرير فقط، وباقي الطاقات كلها بتفوق فيها ديفيز، وبالتالي هو اللي رح يكون الاساسي. ويلا ما بدنا نطول كثير، خلينا ننطلق. او ماي جاد او ماي جاد، والله اني متلبك، ما لي نسيان اخر خساره كيف خسرت بضربات الجزاء من ليفربول، لانه اذا راح ضربات جزاء انا راح اخسر، لازم نحسمها بالاشواط الاضافيه. بسم الله، اهم مباراه بالسلسله كامله، نهائي دوري الابطال. الو فاران، يلا يلا مبابي يلا مبابي يلا مبابي، روح 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 يا عيني الباص، روح يا مبابي روح. حرام، الحمد لله ترشتجن، والله قوي ريال مدريد يا عيني، يا سلام، روح 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 قبل الاوفسايد. ايه كاسيميرو بطيء، روح ديمبلي، كيف صد بهالطريقه هي؟ هنن احسن للان، بس نحن عم ندافع بأقوى ما عنا. لا تنسوا انه عنا لاعبين مصابين، عنا لاعبين مصابين، يعني عنا سانشو وعنا ديونج. يلا 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 رحيم، روح روح، ما راح يلحقوه بطا كلهم. يلا يلا روح ستيرلينج، روح رحيم ستيرلينج. اوكي نيمار استلم مبابي، يلا يلا ايوه يا مبابي يا عيني، سجلنا سجلنا. الحكم بيضيف دقيقتين الى عمر، ارجوك مطرد ارجوك. اوكي اوكي اصفر، بس اصفر الحكم يعلنها بوضوح لانه غير راضي عن تصرف اللاعب ويوجه له كرت اصفر. يا رب وات، لن يفرط. ياهو شو هالجول الكذب هاد، مساله لقب، عادوا الى نقطه البدايه من جديد. لا ومين فينيسيوس، نفس التسديدات ماسكين استحواذ وعم يلعبوا باصات احسن. يا سلام يا سلام، يو حرام عليك يا عثمان ديمبلي، ما بدي اخسر ما بدي اخسر نهائي مرتين ورا بعض، سنتين ورا بعض كمان، يعني مو بس انه خسرت نهائي مرتين، لا بسنتين ورا بعض. عثمان ديمبلي، يلا يلا نيمار، يلا نيمار يلا نيمار، يو ديمبلي يا زفت. كوفازيتش هجوم لمصلحة ليستر، وصلت يو يا الباص يا عيني على الباص يا مبابي، والله اسد اسد يا مبابي. حارس اسطورة الشتيجن، شكرا. مباراة قربت على النهاية واعتقد من الممكن يا عيني يا كوفا يا الروح القتالية، كسر 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 وحش الانجلت. لا لا والله ما له داعي، والله ما له داعي لك دقيقة. اوه فارون يا شباب ما عدت طلعت، اوكي مرت مرت. يلا 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 اوه يا مبابي يس
الكأس وجي جي دوري الأبطال. ايوه هيك فرحوا، حسيت اللاعبين مالها فرحانة. يا عيني عليكم يا عيني يا شباب، واخيرا اخذت دوري الأبطال. معاناة، كم موسم ضليت 3 أو 4 مواسم ما قصرتوا، والله ما قصرتوا ما قصرتوا. في لاعبين معي من بداية السلسلة، أوبندا يمكن فالفيردي من بداية السلسلة معي. فا يلا ميسي وارفع لقب دوري الأبطال. يا عيني والله العظيم مبسوط لدرجة غير طبيعية بعد الخسارة الموسم الماضي بآخر مباراة. يا جماعة خسرت دوري بفرق الأهداف، والنهاية دوري الأبطال بضربات الجزاء. يعني الحظ الزفت كان الموسم الماضي، لكن الحمد لله الموسم عملنا اللي علينا وزيادة. كان الجميع معجبا بمستوى الثقة التي أظهرها اللاعبين. هل كنتم تتوقعون تحقيق مثل هذا الانتصار الصريح؟ رح نقول خطوة كبيرة لليستر، نحن عملنا فريق أسطوري صراحة، وطالما أخذ الدوري ودوري الأبطال وثلاثية تاريخية فأكيد فريق لا يقهر، وهذا الشيء أول مرة بينعمل بإنجلترا. تمام، ما في فريق إنجليزي عمل هالإنجاز. تمام، عم يقولوا لي ما مدى رضاكم عن مستوى فالفيردي؟ والله فالفيردي أسطوري صراحة، طوال السلسلة كان عم يتطور، ومبابي دائما كل مباريات سجل هدفين. رح نقول أداء رائع بالمجمل، لأنه الصراحة كان أداء جدا جدا فخم. الآن بقى بعد ما انتهت جميع المباريات وانتهى الموسم كامل، رح نستعرض إحصائياتنا كمدرب. أنا ما دخلت عليها ولا مرة من بداية السلسلة، قلت لحالي بآخر السلسلة ببقى بشوف إحصائياتي كمدرب مع نادي ليستر سيتي. بندخل هون على المهنة وبنشوف لعب 252 مباراة، فوز 207، تعادل 25 وخسارة 60، سجلنا 624 هدف بمتوسط حوالي 3 أهداف بالمباراة إلا شوي، يعني حوالي 2.5 هدف، وتسجل علينا 189 جول، شايفين؟ فبالموسم الأول ما قدرت أتأهل لدوري الأبطال، بالموسم الثاني جبنا المركز الثالث، أتأهلنا لدوري الأبطال، بالموسم الثالث بقى أخذنا المركز الثاني، وبالموسم الأخير أخذنا المركز الأول. إذا ملاحظين كيف المراكز، أخذنا مركز ثالث، بعدين مركز ثاني، بعدين بالموسم الأخير المركز الأول. وإحصائيات أسطورية صراحة بالموسم، كانت 65 مباراة 187 هدف. فكان موسم أسطوري بالزيادة صراحة. مبروك علينا دوري الأبطال، ثلاثية تاريخية، موسم أسطوري، كان أفضل موسم لأنه وكان تحسن كبير صراحة عن الموسم الماضي. و جي جي الصراحة، انتهى الموسم. فشكرا لكم على المتابعة، هيك نقدر أن وصلنا للنهاية. لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة، انبسطت كثير بالسلسلة وانبسطت يعني بدعمكم وبكل شيء. يمكن السنة الجاية نعمل مع فريق تاني لنشوف. اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات وحطوا لايك، خلونا نوصل مثل ما قلتنا، خلونا نوصل فوق 20,000 لايك، واكتبوا لنا تعليق واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. فبس هذا كان عندي اليوم، في أمان الله.